مساء الخير، معكم حسين واليوم حنقيم البرجر. اهلا وسهلا فيكم. اليوم اول حلقه حتكون من تقييم المطاعم. تقييم المطاعم على مبدا سلس وفير لكل مطعم ولكل ابلكيشن حنستعملها بالبلد اللي انا موجود فيه. انا حاليا موجود بالكويت. اول شيء حنشوف طلبات، حنشوف المطاعم اللي حنشتري من عندها اليوم برجر، اللي هي عندك ماكدونالدز، عندك برجر كينج، وعندك هارديز. هذول ثلاثه منافسين كثير قوي لبعض. حنطلب وحنشوف مزبوط بيوصل عندي بنفس الوقت او حيطول اكثر، بس نحن حنشتغل مثل ما هن عاطينا انفورميشن، واكيد حيكون يوم عندنا حناكل منيح جوعان. ماكدونالدز حاطيني مبدئيا وللعلم هذا كله تقييم شخصي وبس. وفتنا على طلبات وهلا حنطلب لعندي على البيت. فنفوت على ماكدونالدز وحنشوف شو في عنا شيء ما عنده بادجت، لانه البادجت ما بتسمح. طلب دينارين وربع. حنشوف كمان نقيم الاسعار على فكره، لانه بتفرق. نشيل هيدي كاش، تم بليس اوردر. هلا بنحط برجر كينج. برجر كينج حاطين 25 دقيقة يا جماعة. هلا إذا طلبنا برجر كينج بيوصل قبل ماجدو. حنروح كمان للميت، للشيبست وان، بيك سايبر. بديش أنا أدفع كتير يا أخي، طفرانين يا جماعة. عيد الأم قرب، رمضان قرب، كله قرب مع بعضه. سبرايت، نو تشيز، أتو باسكت. أوكي جو ميجا، اجبروني على الميجا يا جماعة. وهون طلبنا هوبر جونيور، قديش حقها؟ دينار و 850 فلس. دينار و 850 فلس. place order. اوكي. نروح هلا على الطلب الثالث. هلا حاطيني هون 11 دقيقة بيوصل. هلا قديش الساعة عندي؟ الساعة 10:13 دقيقة. أنا كل هول الانفورميشن حطه عندكم على الشاشة. يبقى عندنا شو؟ هارديز حاطين 60 دقيقة. حنطلب هيدي يا جماعة لأنه هي نفس ديك تقريبا، فبدنا نشوف التقييم يكون مظبوط 100%. فمندوق اللحمة، مندوق الخبز، مندوق شوف الوقت إذا بيوصل على الوقت وهكذا. ميديوم 7 أب أكيد مش أكتر. لا شو 7 أب؟ مي يا جماعة، مي منيح، المي للصحة. وهيدا الطلب التالت اللي هو وهيدا كاش دينارين و 300 فلس اوفرول. وهلا طلبنا الاكل، وبس يوصل الاكل نرجع نشوفكم لانه جعت كتير. احدى عشر ست دقايق كتوقيت. لا عنجد كان تمام، وصل بالوقت المحدد. يعني الواحد اذا جوعان وطلب هيوصل الاكل قبل ما يكون وصل لاخر الجوع وصار بده يكسر ويعمل مليون خبريه. فاول مطعم برجر حنبلش فيه هو برجر كينج. عندنا الفرايز، بحب الفرايز تاعتهم، عجبه شيء الكيرلي. انا بتذكر طلبتهم كيرلي. لا لا لا، هي وهيدا البرجر. ما بعرف انا فرجتهم على العجينة ما فيها شيء، خس بندورة ولحمة نفس الكل تقريبا. فانا طالبهم كلياتهم نفس الستاندرد. ليش؟ عشان نعمل فير تيستنج. بالنسبة للطعمة، طعمه طيبه كلحمه مع البريد تاعتها. السمسم اللي على البريد
يعني عم اعطي طعمه طيبه بالنسبه كمان للبيكلز، والبيكلز كمان نوعيه منيحه، فلا انا بعطيها انه لذيذه لذيذه جدا. لا طيبه. صرت خبركم بالنسبه لموضوع التقييم، انا مش هعطي من 10، مش هعطي ارقام اصلا. البرجر لذيذ، انا شوفي عندي اتس اوكي، عندي منيحه لذيذه طيبه كثير طيبه، بتعقد اهم شيء بتعقد، وهذا لازم نعتمده لانه ما فينا نروح هيك بقى. اوكي خلصنا برجر كينج، هلا بنروح لوين؟ على النكست. بطاطا طلع عجبني حجم كبير، والميل كان فيها اثنين تشيز برجر، تشيز برجر يعني اثنيناتهم كل الريجولار ببرجر كينج، واللحمه ما استطعمت فيها الصراحه. انا هيك حاشبع. طيب بدك اخذ العملة العزيزة، هذه اخذ الطيبة. هلا بنروح لاخر واحد عنا الليلة، الليلة بهالحلقة، هارديز. هارديز على فكرة في فرق بالسعر، عشان هيك ما لازم ننغش بهالموضوع، بس كمان باكجينج احسن. هذه من شيلة وعدنا اياها. طيب اول شيء الفرايز، ليش كل هيك مبردين مش عارف. صح اليوم الدنيا كثير ثلج هون بالكويت، سقعة مش طبيعية، عشان هيك انا مبلوغ، ويعطينا الف عافية الدرايفر. بس طيب هلا اجى وقت الجد، هيدي هي لوست برايس برجر بهارديز، هي فيها بصل، لحمة، بندورة، والخصوصا بدأت تعولتها. هلا من دوقها واكيد حتكون طيبة اكيد بظن، بس بالنسبة ل واو فكرة طعمة اللحمة هون كتير ظاهرة، طيبة كتير يعني، هذه يعني هذه بتاخد معي كتير طيبة طعمة اللحمة، لأنه ظاهرة بكل لقمة عم تاكلها، بكل طيبة البصل والبندورة معطيني هيك إحساس حلو. أكيد الصوص مثل ما بتعرفوا، والخبز، الخبز كمان طيب، بس الخبزة بتاعت برجر كينج أطيب من هاي الخبزة. هذا رأيي الشخصي، هاي بعد ما نكفيه، هاي دي بعطيها كتير طيبة كلحمة، عشان انا عم نقيم البرجر اللحمة ما عم نقيم الخبز، بس هو ان جنرال حيكون تقييم كالتالي. هيك خلصنا التصوير، بلعت مي. على العموم هيدا كان البرجر الموجود اللي عندنا اليوم، ومثل ما شفتوا انا اللي عجبني انه وصلوا ثلاثتهم بنفس الوقت، كيف ليش ما بعرف، انا كل واحد حاطط وقت شكل فرق الوقت، حنحطه هلا نحن بال ححطه لكم على الشاشه. بس كطعمه برجر كينج الخبزه كانت، الخبزه انا كثير بحبها وهي كثير طيبه اصلا، خاصه السمسم هذا بيعطي النكهه الطيبه بالنسبه للبرجر. بالنسبه للماكدو، الماكدو طيبه بس منا مثل ما انا يعني، اللحمه هيدي الشيبست وان، اللحمه منا طلعت عمتها يعني، واحد عم ياكل بندوره وخس لا بدون خس حتى كمان، بيكلز وكاتشابات شويه لحمه وخبز، ما بعرف ما قادر اقيمها بالنسبه لإلي. انا بحب برجر كينج، ماكدو بحب كل شيء عندهم، بس يتاكل عندهم مثلا البيج ماك، تشيكن ماك، ما بعرف هيك اسمه اكيد،
بس هذا الصغير ما حسيت بطعم البرجر مثل ما انا مثل انا بدي اياه. بالنسبه لهارديز، الهارديز كانت كثير طيبه كثير طيبه، طعمه اللحمه عم تطلع بكل قدمه انت بتقدمها، يعني ما بعرف شو بقولوا لها، ومنها كثير مستويه فبتحسها هيك جوسي شوي، فهي اخذت معي كثير طيبه وانا حبيت الهارديز. هارديز اللي بيربح معنا اليوم حاطوا له كاس اكيد. وشكرا، هذا كان كل شيء لليوم، واتمنى تكون عجبتكم الحلقه. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب لايك، فعلوا زر التنبيه، واللي عنده قهوه لبنانيه بعد الاكل اكيد لازم يشربها. نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. باي.